بغداد أيضا تتواصل فعاليات مهرجان نصرة سوريا والقدس الذي تنظمه اللجنة الوطنية العراقية لدعم المقاومة واللجنة الشعبية العربية العراقية لنصرة سوريا والمقاومة، والذي يستمر حتى 25 من الشهر الحالي. تواصلا مع فعاليات القوى القومية والوطنية العراقية المتضامنة مع سوريا في وجه المؤامرة الكونية التي تستهدفها أرضا وشعبا ودورا قوميا فريدا، انطلقت في بغداد فعاليات مهرجان نصرة سوريا والقدس التي تستمر أسبوعين وتتضمن ندوات نقاشية ومؤتمرات سياسية وفكرية، يشارك فيها مفكرون وسياسيون ورجال دين وكتاب. كل قوة في الأمة كانت تشكل عائقا أمام المشروع الصهيوني، سعى الصهاينة إلى تدميرها وتفتيتها. لذلك قلنا أن حل الجيش العراقي هو قرار إسرائيلي نفذته أمريكا، وسوريا وجيشها ودعمها للمقاومة أيضا كان عائقا كبيرا، لذلك هم أرادوا إزالة هذا العائق بهذه الأزمة الخطيرة التي افتعلت في داخل سوريا. ومع تنوع فعاليات الجماهير العربية المساندة لسوريا في معركتها ضد قوى الظلام والعبودية والرجعية، يتأكد يوما بعد يوم إن نصر دمشق قاب قوسين أو أدنى من بندقية الجندي السوري الباسل. لسان حال إسرائيل تقول: أيتها الأمة العربية أتحداكِ ليلا ونهارا، لأنك بأنظمتك الفاسدة عموما كنت رهينة لنا، فها هي الآن شعوبك تدفع النتائج. إن الثورة الفلسطينية عندما انطلقت عام 1965 انطلقت في سوريا وبدعم شعبي ورسمي سوري، لا زال لحد الآن يقدمون هذا الدعم الغير متناهي للثورة الفلسطينية وللفلسطينيين برغم ما يعانيه أهلنا وأحبتنا في سوريا. نادي العبيدي، التلفزيون العربي السوري، بغداد، في مصر.